تخليك وحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي، برنامج خليك وحش اللي يجيكم كل يوم أحد وأربعاء من الساعة 2 لـ3 الظهر. اسمع حلقتنا اليوم من خلال الراديو مباشرة أو حمل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو بلاي ستور، أو زورنا على موقعنا على www.alfalfafm.com. عندك أي سؤال أو استفسار حاب تطرحه على ضيفنا اليوم في خليك وحش، راح تتواصل معنا على 012-61-61-100 011-217-85-85. تقدر كمان تشاركنا من خلال SMS، ارسل سؤالك أو استفسارك على STC 8510 40، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. اليوم حنغير شوي عن رياضة الوحوش اللي هي دائما نتكلم فيها لرياضة كمال الأجسام، ورح نروح لرياضة السيدات تحديدا الحوامل. هل الرياضة ضرورية للمرأة الحامل وإيش فائدتها بالضبط؟ إيش هي الحالات أيضا الخاصة اللي لازم أو تمنع فيها الحامل من ممارسة الرياضة؟ راح أتكلم أيضا عن الرياضة المسموح أنها تتمرن فيها المرأة الحامل، وأيضا الرياضات الممنوع أنها تمارسها. وبالنسبة للبرنامج الرياضي للمرأة الحامل، هل يختلف عن السيدة العادية؟ فهل يختلف البرنامج الرياضي من السيدة العادية للسيدة الحامل؟ راح نتعرف اليوم في خليك وحش على تفاصيل كثيرة تخص رياضة الحوامل، ورح نتكلم في هذه التفاصيل كلها مع كابتن بيان خان، ورح شاركنا أكيد في حلقة اليوم أيضا كابتن عبد المنعم الترك. بداية مسي عليك بالخير كابتن بيان. يسعد مساكي سامي ومساء المستمعين، يا رب تكونوا بألف خير وعافية. يا أهلا وسهلا فيك كابتن بيان، اليوم موضوعنا مميز إن شاء الله يستفيدوا منه كل المستمعين. خلينا بداية نبدأ بموضوع الرياضة، هل هي ضرورية أو غير ضرورية للحامل وإيش فائدتها؟ بالنسبة للرياضة الحامل هي جدا مهمة، ضرورية ومفيدة، طبعا لها فوائد مرة عديدة. من أهم الفوائد إنها تقوي العضلات، طبعا زي ما احنا عارفين فترة الحمل ممتدة 9 شهور، يعني تقريبا 3-4 سنة، في هذه الفترة كان السائد إنه المفروض الحامل ترتاح وما تكون بأي نشاط بدني. صحيح. وهذا الشيء بيخفف من قوة العضلات أو بيقللها الراحة الزائدة، بتؤدي لما يعرف بضمور العضلات أو تعودها على الراحة. فهذا الشيء بيسبب لها خصوصا في الشهور الأخيرة ألم كثير، وفي نفس الوقت بيصعب عليها عملية الولادة. تمام. فمن أهم الفوائد تقوية العضلات، تحسين الدورة الدموية، وفي نفس الوقت بيخفف التوتر اللي هو ناتج من الهرمونات اللي بتكون مصاحبة لبداية الحمل. تمام، حلو، ممتاز. طب هل في حالات خاصة أو معينة ممكن تمنع فيها الحامل عن ممارسة الرياضة؟ يفضل أول شيء استشارة الطبيب. في حالات ممكن يعني يكون عندها نقص في الدم أو نقص في الحديد، في حالات وجود نزيف أو كان عندها مثلاً سوابق ولادات مبكرة، في هذه الحالة يفضل أنها ما تمارس رياضات أو تكتفي بأشياء بسيطة جداً زي المشي الخفيف. تمام، يعني الأشياء دائماً اللي نقرأ عنها أنه الحامل المفروض ما تتحرك والمفروض ما تسوي رياضة والمفروض أنها ما تسوي، هي أكثرها أو أغلبها فيها معلومات مغلوطة للرياضة الحوامل، وهي شائعات قديمة، يعني نقدر نقول أنها توجه قديم وأثبتت الدراسات كثير فوائد ممارسة الرياضة بالنسبة للحوامل. تمام، حلو. طيب بالنسبة للرياضات المسموح أنها تمارسها المرأة الحامل، إيش هي الرياضات اللي عادي تقدر تمارسها وهي مرتاحة وهي أهم شيء ما تكون تعبانة؟ بالنسبة للرياضات، أفضل رياضة هي المشي، ركوب الدراجات الثابتة اللي هي يعني الدراجة اللي في النوادي، ممكن برضو تستخدم السيور أو أجهزة المشي، الأوزان الخفيفة، السباحة كمان جدا ممتازة، اليوغا والبلاتيس، تمارين الأوزان الخفيفة بتقوي العضلات وكده بتساعدها أنها تتحمل مشاق الحمل. حلو، تمام. لو نروح لـ SMS، في عندنا استفسار تحتينا عن رياضة الزومبا، يقول السيد الحامل هل تقدر تمارس رياضة الزومبا؟ بالنسبة لرياضة الزومبا هي فيها حركات، يعني يفضل أنها ما تمارسها. بعض الرياضات أو بعض الحركات بالعكس، لكن يبعد عن الحركات اللي ممكن تؤدي بها للسقوط أو لوضعها في مثلا وضع غير مريحة أو تسبب لها عدم توازن أو فقدان توازن.
تمام حلو. طيب خلينا طبعا ما اننا تكلمنا انه في رياضات هي مسموح او يرغب في ممارستها للحامل للسيده الحامل، اكيد بالمقابل ايضا في رياضات تمنع من ممارستها. صحيح، هي كل الرياضات اللي ممكن تعرضها للسقوط تحطها في اوضاع غير مريحه، ممكن يعني تسبب لها مشاكل او اصابات، زي التزلج، الدراجه الهوائيه اللي هي في هو الطلق، مشكلتها أنا ممكن تسبب لها سقوط، والسقوط بيكون مرة خطير عليها، فنبتعد عن الرياضات الخطيرة من هذا النوع. تمام حلو ممتاز. راح أذكر المستمعين بأرقام التواصل معنا لو حابين يطرحوا أي سؤال أو استفسار على كابتن بيان خان على أرقامنا 0121-61-61-100 0112-217-85-85. تقدروا أيضا تشاركونا من خلال SMS، ارسل سؤالك أو استفسارك على STC 8510-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. طب بالنسبة للبرنامج الرياضي، طبعا كل سيدة أو كل أحد فينا لما يجي بيتمرن أو يروح النادي بيكون عنده برنامج خاص فيه أنه يتمرن من خلال هذا البرنامج. البرنامج الرياضي للمرأة الحامل تحديداً، هل يكون نفس البرنامج أو نفس البرنامج تحديداً يمتد لطيلة فترة الحمل أم ممكن يتغير بحسب تغير هذه الشهور؟ لا طبعاً هو حيتغير. لكل شخص أصلاً برنامج خاص بي، مثلاً بيعتمد على قدرة تحمله، على وفين مستوى في الرياضة سواء كان متقدم أو متأخر. المرأة الحامل نفس الشيء، في الشهور الأولى المفروض تكون الرياضة بسيطة عشان يبدأ الجسم يتأقلم معها ويتأقلم مع الوضع الجديد عليه. بالنسبة للمرأة اللي ما قد مارست رياضة، يفضل أن تكون تمارس المشي، رياضات خفيفة جدا. تزيد حدث البرنامج أو صعوبته بس بالتدريج من بداية الشهور للنهاية. ممتاز. في البداية يكون البرنامج خفيف وبعد كده ممكن يزود على حسب التطور. حلو جميل جدا. راح نكمل أكيد مستمعينا موضوعنا اليوم في خليك وحش، لكن بعد الفاصل خليكم على السماع. خليك وحش يا هلا فيكم من جديد مستمعين برنامج خليك وحش، مكملين موضوعنا اليوم عن رياضة السيدة الحامل، طبعا مع ضيفتنا في خليك وحش اليوم كابتن بيان خان. راح أذكركم بأرقام التواصل معنا لو عندكم أي سؤال أو استفسار حابين تطرحوه على كابتن بيان على 0112-61-61-100 0112-217-85-85. تقدروا كمان شاركونا من خلال SMS، ارسل سؤالك او استفسارك على STC 8510-40 موبايلي 66-3-1 زين 70-13-13. طيب نرجع لكابتن بيان. كابتن بيان، هل في تمارين معينة لازم ايضا الحامل تتجنبها اثناء فترة الحمل؟ هو تحديدا في ايضا سؤال على SMS بيقول هل اتجنب تمارين السكوات تحديدا اثناء الحمل؟ بالنسبة للسكوات، لو كان في مشكلة في الحمل، كان في مشكلة في الثبات، ما يفضل إنها تعملها، خصوصا لو كانت ما هي متعودة قبل كده عليها. بالنسبة للتمارين اللي ممكن الواحدة تتجنبها، تمارين البطن الشاقة اللي تضغط على عضلات الرحم، يفضل برضو تبتعد عنها. تمام حلو. طيب بشكل عام رياضة السكوات، يعني إذا كانت قادرة المرأة الحامل إنها هي تمارس هذه الرياضة، هل ممكن تفيدها؟ طبعا بتفيدها. السكوات تمرين بيشغل معظم العضلات، من التمارين المعقدة في نفس الوقت البسيطة. تقدر تمارسها، بتشغل كل العضلات، بتعمل لها تقوية، تتجنب بس انها تشيل فيها اوزان. يفضل كمان تراعي حالتها اذا كانت هي قبل كده بتمارس رياضة او لا. تمام. إذا كانت ما بتمارس رياضة فيفضل تبتعد عن التمارين من هذا النوع. ممتاز. طيب خلينا نروح على SMS من جديد. في أيضا مجموعة أسئلة، في سؤال يقول في حال شعرت بالحر الشديد أثناء ممارسة الرياضة، طبعا اللي بتسأل السؤال هي سيدة حامل، فهل المفروض أني دايركت أوقف مباشرة الرياضة؟ طبعا بالنسبة للحامل يفضل ما تمارس الرياضة في جو رطب ولا حار، وفي نفس الوقت في الأماكن المغلقة يفضل يكون التهوية جيدة في المكان والحرارة معتدلة وما في رطوبة. تمام، يعني لازم المكان يكون مجهز بطريقة كويسة، والتهوية كمان لازم تكون جيدة في المكان. تمام حلو جميل. أيضا في سؤال يقول هل الرياضة رح تساعدني على أن استعيد جسمي الطبيعي بعد الولادة بشكل سريع أم أنها ما رح تشكل فارق؟
لا بالعكس طبعا، الرياضة أثناء فترة الحمل بتساعد على استعادة الرشاقة ومستوى اللياقة نفسه في فترة قصيرة جدا. ممتاز. يعني السيدة دائما الحامل لما تكون بتمارس الرياضة أثناء فترة الحمل هذا الشيء بيعكس عليها أيضا بعد الولادة. طبعا بيساعدها كمان أنها تتخلص من زيادة الوزن المفرط أثناء الحمل، وفي نفس الوقت بيساعدها تستعيد لياقتها في وقت أكثر. حلو، جميل جدا. طيب بالنسبة للمحاذير أو الحالات اللي لازم الحامل تأخذها دائما بعين الاعتبار أثناء ممارسة التمارين الرياضية إن كان في النادي أو في البيت، يعني في إيش الأعراض اللي ممكن تظهر عليها وتخليها لازم توقف الرياضة حالا؟ أول شيء قبل بداية ممارسة الرياضة لازم تستشير الطبيب المسؤول عن حالتها. في نفس الوقت في أشياء معينة، لو كان عندها نزيف دم خلال الحمل لازم طبعا لو بتمارس هذه الرياضة تبعد غالبا مرة عن التمارين الشاقة وتكتفي بالمشي. في نفس الوقت الطبيب لازم يكون عارف بالمشاكل اللي عندها، عشان بيقول لها انه ممنوع مثلا عليك تمارين معينة او شدة التمرين المفروض ما تتجاوز هذا الحد. بالنسبة للمقص الحمل الصعب اللي يكون فيه توائم، ممكن زي ما قلنا لو في مشاكل ولادة مبكرة او عدم ثبوت في الحمل. بالنسبة لمشاكل الضغط، مشاكل القلب، كل هذه محاذير المفروض المرأة ما تحاول تبعد أو الحامل تحاول تبعد عن ممارسة الرياضة في هذه الفترة. يعني لازم تنتبه السيدة الحامل أيضا عن كل هذه التفاصيل أثناء ممارستها للرياضة. بالضبط، استشارة الطبيب أهم شيء وأول شيء. تمام، ممتاز. مستمعين راح أذكركم من جديد بأرقام SMS، لو حاب تطرح أي سؤال أو استفسار من خلال SMS ارسل سؤالك أو استفسارك على STC 851040، موبايلي 66 3-1، وزين 70 13 13. تقدر كمان تتواصل معنا من خلال SMS على STC على أرقام التواصل على 012-61-61-100 011-217-85-85. في أيضا مجموعة مشاركات على هاشتاج خليك وحش في تويتر، حاب كمان أذكر المستمعين أنهم يقدروا يشاركون أيضا من خلال هذا الهاشتاج على ALIF FM. في استفسار على SMS كابتن بيان بيقول، هل المفروض السيد الحامل أيضا هل في توقيت معين أنها تقضيه في النادي؟ المفروض أنها مثلا ما تقعد بزيادة وقت، أنها مثلا تقعد من نص ساعة ل 45 دقيقة أو تقدر تكمل؟ طبعا هو يختلف من شخص للتاني. بالنسبة للمرأة الحاملة زي ما قلنا في بداية الشهور المفروض تكون الرياضة بسيطة ما تتجاوز النص ساعة عبال تتأقلم. لو كانت هي متمرسة ورياضية أساسا من قبل ما في مشكلة وصلت ل 45 دقيقة، لكن بعد كده نقدر نزود شوية، بس المفروض أنها ما تتعداها كثير، ما تتعدى 45 دقيقة. حتى في السباحة يفضل أنها ما تتجاوز ال 45 دقيقة في المسبح. حلو. في أيضا استفسار على SMS بيقول، كسيدة حامل السباحة كيف حتفيدني؟ بالنسبة للسباحة هي فيها مقاومة، لكن المقاومة بتكون خفيفة. الماية بتحمل الوزن على الجسم، بتساعد على تخفيف الوزن الحمل عليها، نفس الوقت بتساعدها على شد العضلات وتحريكها. الحركة في الماية بتكون أسهل، وبالتالي السباحة من أهم وأفضل الرياضات للمرأة الحاملة. السباحة، يا سيدات الحوامل اللي بيسمعون الآن ركزوا فعلا على هذه الرياضة عشان تقدروا تستفيدوا منها. أيضا بما أنه أنا أتوقع أني أنا بقول الرقم مرة بسرعة اللي على أرقام التواصل، رح أرجع أعيد لكل المستمعين اللي بيقولوا لي دائما بتقول الرقم بسرعة، فأقول لكم هو بطء على 012-61-61-100 011-217-85-85. أيضا حرجع أقول لكم أرقام SMS، تقدر تسأل سؤالك أو استفسارك على STC 851040، موبايلي 66 3-1، وزين 70 13 13. طيب زي ما قلت لكم بداية الحلقة، رح ينضم أكيد لنا في هذه الحلقة المميزة كابتن عبد المنعم الترك، عشان في مجموعة أسئلة أيضا حابين نطرحها علينا. مساء عليك بالخير كابتن عبد المنعم. مساء النور أستاذ ثانية، ومساء الخير لضيفتك الكريمة كابتن بيان. اهلا وسهلا فيك كابتن عبد المنعم، طب منورنا من جديد في خليك وحش. بالنسبه للبرنامج الرياضي كابتن، هل ممكن او المفروض انه البرنامج نفسه يكون طيله فتره الحمل ام ممكن يتغير؟
طبعا بالتاكيد البرنامج الرياضي حيتغير حسب وضع الحامل وحسب مراحل الحمل من ناحيه ممارسه اي نشاط رياضي، لانه طبعا انت عارف في الاشهر الاولى للحمل تكون وضعيه الجنين ما زالت غير مستقره، والحامل طبعا تكون هنا معرضه بنسبه اكبر لحالات اسقاط الجنين. ففي حال ممارسه اي رياضه ذات كثافه عاليه او جهد عالي يكون في عندنا خطوره اكثر على الجنين ويكون في عندنا حاله اسقاط. تمام. تمارين الرياضه في الفتره الاولى من اشهر الحمل خاصه في الاشهر الثلاثه الاولى يجب ان تكون بكثافه مخفضه قليلا. طبعا الكثافه المخفضه المقصود فيها سواء من ناحيه تمارين الكارديو او تمارين المقاومه، يعني لو اخذنا مثلا تمارين الكارديو على سبيل المثال المشي يجب ان يكون نوعا ما مشي سريع الى حد ما، ما يكون مشي بسرعه عاليه، وخاصه الهروله هتكون هتشكل جدا خطر للحامل في الاشهر الثلاثه الاولى، ما حيكون في اي هروله او اي جري مشي، وحتى فتره المشي المفروض انها ما تتعدى نصف ساعه كحد اقصى. تمام. بالنسبه لتمارين الاوزان يجب ان تكون فقط على الاوزان على الاجهزه، ما تستخدم المراه الحامل الاوزان الحره او نسميها الفريويت، فقط تستعين في الاجهزه وباوزان خفيفه، تكون اوزان جدا خفيفه وما تحمل اي وزن يكون بشكل عمودي على الجسم، عشان وخاصه لو كان وزن ثقيل لانه ذكرنا بسبب مشاكل صحيه للمراه الحامل، وحتكون اوزان جدا خفيفه وحتى ضمن الاجهزه ما تستعمل اي فري ويت او اوزان حره. طبعا في الفتره الاولى هذه من بدايه الحمل هي الثلاثه اشهر الاولى يفضل المراه الحامل انها تتركز على تمارين اسر الظهر، لان انت عارفه في الاشهر المتاخره من الحمل في الشهر السابع والثامن والتاسع حيكون في وزن كبير في البطن نتيجه وزن الجنين ووزن الاحشاء المصفقه بالجنين والسوائل الموجوده في الجسم، حيكون عندي وزن البطن حيشكل عبء ثقيل على عضلات اسفل الظهر. تمام. فحتحس المراه دائما بضعف في عضلات اسفل الظهر، حتحس بالام باسفل الظهر. فالفتره الاولى من الحمل الثلاثه اشهر الاولى يفضل انها تركز على تمارين تقويه عضلات اسفل الظهر، لانه هذه حتساعدها في الشهور المتاخره بعدين في الحمل حتخفف من حده الالام اللي حتتحمل اللي حتجي طبعا على اسفل الظهر. طبعا هنا انا انصحها بتمارين البريدج، تمارين البريدج جدا سهل، هي فقط تلقي على الظهر وترفع الحوض عن الارض وتثبت للثواني ممكن 30 ثانيه. تمام. فقط ثبات وترجع ترتاح مره ثانيه. حلو. ممكن تعيد التمرين ده على أكثر من مجموعات، ثلاث أربع مجموعات، هذا التمرين جدا بيساعدها مثل ما قلنا في تقوية عضلات أسفل الظهر. حلو. هذا بالنسبة للأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. تمام، رح نكمل الأشهر اللي بعدها كابتن بس بعد الفاصل مستمعينا، خليكم على السمع. خليك وحش. يا هلا فيكم من جديد مستمعين خليك وحش. طبعا مكملين موضوعنا اليوم عن رياضة السيدة الحامل مع ضيوفنا في خليك وحش اليوم كابتن بيان خان وكابتن عبد المنعم الترك. لو حابين تطرحوا أسئلتكم على ضيوفنا اليوم في حلقة خليك وحش تواصلوا معنا على أرقامنا 012-61-61-100 011-2-17-85-85. تقدروا كمان تشاركونا من خلال الـ SMS على STC 85-10-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. قبل الفاصل كابتن عبد المنعم كنت قلنا بالنسبة للشهور أو البرنامج الرياضي للمرأة أو السيدة الحامل أنه رح يكون نفس البرنامج طيلة شهور الحمل أو رح يتغير مع التقدم في الشهور. اوكي اخت سامية، طبعا مثل ما ذكرنا انه في الاشهر الاولى من الحمل يجب ان تكون شده البرنامج التدريبي الرياضي للمراه الحامل مع ما اقل كثافه منخفضه. في الاشهر الاجزاء من الشهر الرابع ممكن زياده شده التمارين بالتدريج، طبعا ممكن اضافه بعض التمارين الجديده ممكن المراه الحامل تمارسها في الفتره هذه، مثلا تمارين اليوغا. طبعا اليوغا تساعد انها بتزيد من مرونه وليونه الجسم وتقوي العضلات، وخاصه مثل ما ذكرنا عضلات اسفل الظهر، وبنفس الوقت هي طبعا بتخفف الحمل على الالياف العضليه وعلى الاوتار وعلى الاربطه، لانه الستريتشنج لما انا بمارس تمارين اليوغا
هيكون في عندي ابتطال للعضلات وللأوتار للأربطة. فهذه دائما المرأة الحاملة عندها وزن زيادة على هذه المفاصل. تمارين الستريتشنج بتساعدني اني تعطي ليونة للأربطة وللأوتار هذه وتخليني اشعر بالراحة اكثر. هيكون في عندي وصول الدم للألياف هذه نسميها سوفت تيشو، هيكون افضل نتيجة تمارين الستريتشنج اللي حتيجي عن طريق تمارين اليوغا. فبالتالي حيكون عندي انا المرأة حتشعر بالراحة اكثر هنا في حالة ممارسة رياضة اليوغا فقط مثل ما ذكرنا بعد ابتداء من الشهر الرابع. أيضا ممكن هنا تزيد من سرعة المشي، ممكن المشي يكون نوعا ما أسرع، ممكن تزيد من فترة المشي، ممكن المشي يوصل للساعة بعكس الأشهر الأولى مثل ما ذكرنا أنه المشي فقط لازم يكون فقط ما يزيد عن نصف ساعة. ممكن تمارس رياضة السباحة أيضا في الفترة هذه جدا هتساعدها. ممكن تمارس رياضة الدراجة الهوائية طبعا الثابتة مثل ما ذكرت الكابتن بيان قبل شوية أنه الدراجة الهوائية المتحركة فيها خطورة شوية على الأنثى وفيها عدم استقرار فممكن تعرضها أنها للسقوط. الدراجة الهوائية الثابتة جدا مفيدة للمرأة الحامل وتساعدها في تقوية عضلات الأفخاذ الأرجل عندها، وبالتالي مثل ما ذكرنا أيضا بتخفف الحمل على المفاصل. تمام، حلو، جميل جدا. في الأشهر الأخيرة فقط عندي اختصامي نقطة أخيرة. تفضل. الأشهر الأخيرة للحمل اللي هي ابتداء من الشهر السابع والثامن والتاسع، هنا ممكن المرأة الحامل تمارس الرياضة بسرعة أكثر. ممكن تبدأ تمارس الهرولة من مشي السريع والهرولة الخفيفة. طبعا هرولة ما حتكون لمسافات طويلة، يعني ممكن تهرول فقط مسافة 100 متر ثم ترتاح، فمسافة تكون ما تكون لفترة طويلة. طبعا أثناء الهرولة ممكن أيضا أو المشي السريع ممكن ترفع القدم لفوق، يعني تمشي مثل المشي العسكري أو المشي العسكرية. تمام. القدم مستقيمة وترفعها قدر الإمكان للأعلى. إيش بيساعد هذا الشيء؟ طبعا بيساعد في تسهيل عملية الولادة، وخاصة من ناحية فتح عنق الرحم. هيكون هنا عندي لما يكون عندي عنق الرحم هيكون عندي خاصة في قبل الشهر الأخير للحمل، هذا بيساعد في عملية الولادة. فالرجل يجب أن تكون مستقيمة وقدر الإمكان ترفعها للأعلى. حلو. في أيضا هنا تمارين التنفس خاصة في الشهر التاسع، هذا جدا ضرورية للمرأة ممكن تمارسها. تمارين التنفس هي عبارة أنه المرأة تقوم بحبس النفس عندها لثواني، مثلا 10 ثواني تأخذ نفس عميق في البداية ثم تحبس النفس لمدة 10 ثواني ترجع تأخذ نفس مرة ثانية. بالتدريج تبدأ تزيد فترة حبس النفس، ممكن تزيد 15 أو 20 ثانية أو 30 ثانية. تتدرب على أنها تنظم نفسها وتأخذ نفس عميق وتحبس النفس وترجع تنفس مرة ثانية. حلو. أيضا هذا الشيء بيساعدها في الولادة اللي هي تمارين التنفس. جميل. في عندنا استفسار على SMS بيقول طب السيدة الحامل بعد الولادة متى تقدر تمارس الرياضة من جديد؟ بعد الولادة طبعا بعد نهاية الشهر الأول ممكن المرأة ترجع تمارس رياضة بشكل طبيعي. فقط على سنة الشهر الأول حيكون في اضطرابات في جسم المرأة كثيرة لغاية جسم ما يعمل ريكفري لنفسه ويرجع للحالة الطبيعية للمرأة. يعني بعد 30 إلى 40 يوم من الولادة ممكن المرأة ترجع تمارس الرياضة بشكل طبيعي. تمام، حلو. وأيضا في حال وجود أي مشكلة المفروض أنها ترجع أكيد تستشير الطبيب الخاص فيها. أكيد بالتأكيد الدكتور هو دائما هو الأساس اللي هو اللي ينصح المرأة أنها تمارس الرياضة في فترة الحمل أو لا. مثل ما ذكرت قبل شوية كابتن بيان أنه في حالات كثيرة أنا برجع بأكد عليها أن المرأة الرياضة تشكل خطر على المرأة لو مارستها، منها ارتفاع ضغط الدم المرتفع. يعني المرأة اللي عندها ضغط دم الرياضة ممكن تسبب لها زيادة في زيادة ضغط الدم، وهذا شيء بشكل خطورة عليها. طبعا لازم ما تمارس الرياضة. المرأة اللي تعاني من فقر دم شديد نتيجة طبعا نقص الحديد أيضا الرياضة تشكل عليها خطر. لا سمح الله أمراض القلب أو أي أمراض ثانية أيضا لازم ما تمارس الرياضة في الفترة هذه. في نقطة هنا بنوه عليها طبعا خاصة بالنسبة لموضوع ضيق النفس، يعني المرأة أثناء ممارسة الرياضة إذا حست إنه في ضيق في النفس عندها مباشرة لازم تتوقف عن ممارسة الرياضة. لأنه إيش معنى الكلام ده؟ أنه في نقص أكسجين بيوصل للأنسجة في الجسم، وخاصة بالنسبة للجنين لما يكون في عند ضيق نفس أنا الحرمة عفوا هتكون عنده أيضا في ضيق نفس عند الجنين، يعني ما حيوصل كمية كافية من الأكسجين للجنين، وبالتالي هذا حيشكل خطر على حياة الجنين أو حيسوي له مشاكل صحية لا سمح الله بعدين. فأول مرأة ما تحس بضيق في التنفس أو زي ما يقولوا في الصدر مباشرة لازم تتوقف عن الرياضة. تمام، ممتاز. طيب حلو، بالنسبة للمحاذير أيضا أو الأشياء أو الأعراض اللي ممكن تظهر على السيدة الحامل أثناء ممارستها بالرياضة، المفروض دائما تأخذ هذه المحاذير بعين الاعتبار كابتن عبد المنعم.
أنا برضو بتكلم على موضوع السكر بالنسبة للسيدات. طبعا هي إذا حست المرأة أيضا بدوخة خفيفة أو شيء أحيانا بيكون زي ما تكلمنا بيكون ضغط الدم مرتفع عندها، أو أحيانا الديزي أو الدوخة أو الدوار في الرأس بيكون عندها نقص في سكر الدم. أيضا قبل المرأة ما تمارس الرياضة المفروض تكون أخذ حاجة سكرية، مثلا أخذ 5 أو 6 حبات من التمر أو أخذ ملعقة عسل قبل لا تمارس الرياضه، لانه المراه مثل ما انت عارفه ان يكون عند وخاصه في فتره الحمل في عندها شيء يسموه سكر الحمل، فهنا ممكن يكون جسمها عرضه اكثر انه يكون عندها في هبوط في السكر، فلا بد تاخذ كميه من السكريات قبل لا تمارس الرياضه، وفي حال حست باي دوار اثناء التمارين لازم تتوقف مباشره عن الحمل. وارجع اكد برضو على النقطه اللي ذكرتوها قبل قليل، تمام، في جو حار، في جو حار او جو في رطوبه عاليه، لانه برضو هذا الشيء بياثر عليها سلبا، ممكن يزيد ضغط الدم المرتفع عندها. تمام، ممتاز. راح نكمل اكيد معكم مستمعينا في تواصلنا، وتقدروا كمان اكيد ان تتواصلوا مع كابتن عبد المنعم او كابتن بيان خان، تسالوهم اي سؤال او استفسار حابين تطرحوهم عليه، لكن اطرحوه عليهم. لكن مستمعينا بعد الفاصل، الفاصل الاخير من خليك وحش، وراجعين لكم، خليكم على السماء. خليك وحش. يا هلا فيكم من جديد مستمعين خليك وحش، مكملين أكيد موضوعنا اليوم عن رياضة السيدة الحامل مع كابتن بيان خان وكابتن عبد المنعم الترك. هذكركم أرقام التواصل معانا على 0121-61-61-100، 0112-17-85-85. تقدر أيضا تشاركنا من خلال SMS، ارسل سؤالك أو استفسارك على STC 85-10-40، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. كابتن عبد المنعم، بالنسبة للسؤال اللي جانا أو الاستفسار جانا عن رياضة السكوات، السيد الحامل هل تقدر دائما تتمرن أو تمارس رياضة السكوات؟ طبعا مثل ما ذكرت الكابتن بيان قبل شوية، في فترة الأشهر، فقط فترة الشهور الحمل الأولى 3 أو 4 بداية الحمل لا ينصح بتمرين السكوات، بس هو تمرين جدا ضروري للمرأة الحامل، وخاصة الشهر 7، 8، 9 بيساعد المرأة كثيرا، ومثل ما قلنا بيساعد على فتح عنق الرحم عند المرأة، وهو جد تمرين جدا أساسي للمرأة الحامل، لكن فقط في الأشهر الأخيرة من الحمل، يعني الشهر 7، 8، 9، وأكد خاصة في الشهر 9 جدا التمرين ضروري وأساسي للمرأة ممكن تمارسه. طبعا ممكن تستخدم أو إما أوزان خفيفة أو إنها ممكن تمارسه على الجدار، يعني ممكن تخلي كورة خلف ظهرها نسميها السويس بول وتنزل فيها للأرض وترجع تقوم مرة ثانية. تمرين السكوات للمرأة الحامل في نهاية الأشهر الحمل جداً ضروري وأساسي لها. حلو، ممتاز. عندنا اتصال نقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. أنا والله كيف حالك؟ يا هلا وسهلا، مين معي من وين؟ محمد الجديد. يا هلا فيك يا محمد، تفضل. محمد، خليه محمد، خليه محمد. يا محمد يلا سؤالك. من الرياض، تفضل يا محمد. سؤالي للكابتن خارج الموضوع عن المرأة الحامل، عرفت انه باكل، بتغذى، بتمرن، لكن اوزاني نفسها ما ثابتة. تغيرت ثابتة، وعندي حاجة ثانية انه في حاجة يسمونها مو مكمل يشغل مكمل، او عفوا ما سمعتك. التستيرون، تستور اتش دي خاش بالتستيرون زي كذا. التستيرون كيف جرعات انا ما فهمت. طيب تمام، يعطيك العافيه اخوي. اتوقع هو قصة على هرمون معين كابتن. اوكي، تعرف التستيرون. عبد المنعم محمد حياك الله. بالنسبه لسؤاله انه حول انه ما بيقدر يتمرن وياكل صح بس اوزانه ما بتزيد، طبعا الاوزان ما حتزيد بشكل اسبوعي او بشكل شهري، انت في السنه كلها لو في نهايه السنه انت بتتمرن الان سنه كامله، لو في نهايه السنه تقدر تضيف على اوزانك من 10 الى 15% من الرفعه اللي ترفعها، فهذا الشيء جيد يعتبر وانت ماشي في الطريق الصحيح. يعني ما تظن انه انا كل شهر ابغى الشهر اللي راح مثلا شلت 80 كيلو فالشهر اللي بعده حشيل 90 والشهر اللي بعده حشيل 100، العمليه مش ما حتمشي بالطريقه هذه. انت خلال سنه كامله، تخيل خلال سنه كامله اذا اضفت لاوزانك من 10 الى 15% للأوزان اللي ترفعها فأنت ماشي في الطريق الصح، مش كل شهر المفروض أنك إيش أوزانك تقدر ترفع أوزان أكثر. هذه الفكرة مش دقيقة تماماً، في بعض الناس يظنون أنا الشهر ده لازم أرفع 70 بتمرن، الشهر الجاي المفروض أرفع أكثر، لا
الأمور ما تأخذ بالطريقة هذه. تمام. فعلى سبيل المثال أعطيه، لو أنا مثلا عندي رفعة الصدر 100 كيلوغرام، فأنا بعد سنة لو أضفت 10 كيلوغرام بعد سنة، مش بعد شهر، بعد سنة، لو الرقم صار عندي أنا 110 فأنا ماشي في الطريق السليم. ممتاز. مش إنه والله بعد شهر أبغى أرفع لازم أرفع 110. تمام. بالنسبة لسؤاله الثاني حول التستوستيرون، طبعا التستوستيرون هو هرمون ذكري عند الرجال، بيساعد أكيد في بناء العضلات، له دور في بناء العضلات. أنا شخصيا ما أنصح إنه يستخدمه لأنه في له أضرار سلبية كثيرة. يعني الآن المكملات الغذائية تكفي فقط إنه تدي النتيجة اللي حابب يوصل لها. ما أنصحه إنه يدخل في عالم الهرمونات، وخاصة موضوع التستوستيرون. له فائدة إيجابية أكيد، بيساعد في بناء العضلات أكيد، وخليه يرفع أوزان أسرع. قبل شوي أنا قلت إنه ممكن خلال سنة يرفع 10%، التستوستيرون ممكن خلال 6 شهور خليه يرفع 10%. ممتاز. هل هو حيتحمل السايد إفكت؟ أحيانا حيحصل من تساقط للشعر، من أحيانا مشاكل في الخصوبة عند الرجل، في مشاكل كثيرة حتحصل مرة التستوستيرون. فأنا ما أنصحه يستخدم التستوستيرون نهائيا. أبعدوا يا جماعة عن الهرمونات قد ما تقدروا، وخليكم في الأشياء الطبيعية والأقرب للطبيعية زي المكملات الغذائية. طيب تمام. بالنسبة لآخر استفسار عندنا كابتن عبد المنعم، بعض السيدات الحوامل بيعانوا من إصابات زي الدوالي، فهل من خلال رياضة معينة ممكن تمارسها تخفف من هذا الشيء أو تساعدها؟ طبعا الرياضة بتساعد جدا في التخلص من مشاكل الدوالي اللي بتحصل عند الحريم، خاصة في الأشهر المتأخرة من الحمل، نتيجة عدم وصول دم كافي للمنطقة السفلية من الجسم، فيبدأ عندهم مشكلة ظهور الدوالي في الأقدام وفي الأفخاد. الرياضة بتساعدهم، خاصة تمارين رفع الأرجل للأعلى، تمارين المشي بتخلي عملية الدورة الدموية، مثل ما ذكرت كابتن بيان في بداية الحلقة، إنه الدورة الدموية لما تكون تمشي في الجسم بصورة أفضل وبصورة أسرع وتتوزع على كامل الجسم، فحيكون ما حيكون عندي مشاكل، وخاصة هنا مشكلة الدوالي حتخلص منها لما أنا أبدأ أمارس الرياضة. وأنصحهم إنه دائما يمارسوا تمارين الدراجة، تمارين السباحة جدا مفيدة، المشي جدا مفيد، حتساعد انه يتخلصوا من مشكله الدوالي. ممتاز. حلو. يعني بالنسبه لسيدات الحوامل اتوقع اليوم كانت فعلا حلقه كافيه وافيه، فيها كثير من التفاصيل ممكن فعلا تستفيدوا منها. وفي موضوعنا اليوم عن رياضه السيده الحامل، كابتن بيان خان شكرا لك كل الشكر على المشاركه في حلقه خليك وحش اليوم، يعطيك الف عافيه. وكابتن عبد المنعم اكيد كل الشكر لك ايضا، يعطيك الف عافيه على المشاركه والمداخله الجميله هذه. اكيد. شكرا لك مستمعينا، شكرا لكم على طيب الاستماع، يعطيكم الف الف عافيه لكل اللي شاركوا معنا من خلال اتصال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الاس ام اس. حلقتنا وباقي حلقات خليك وحش اكيد تقدر ترجع تسمعوها من جديد على قناتنا في اليوتيوب على اي ال اي اف اف ام. كنت معكم أنا سامية البيروتي، في أمان الله.